السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في سيدتي. كل يوم ألقاكم على امتداد ساعتين من الوقت فيها العديد من الفقرات والمواضيع التي تهم المرأة العربية. في أولى فقراتنا مشاهدينا لليلة سنتحدث بعد قليل عن سلوك تتبعه المرأة غالبا ما تكون هي المتضررة الوحيدة منه، ولكن اسمحوا لي في البداية بتحية زميلاتي في جدة والرياض خلود الجابر وخلود النمر. مساء الخير جميعا. يسعد مساك يا ميسا ومساء مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم سيدتي. كالعادة يسعى فريق العمل لتقديم كل ما هو جديد ومميز، وفي فقرتنا اليوم من جدة نتناول ونتعرف على شعور الأم والأب فور قدوم مولود جديد. قبل التعمق في مواضيعنا خليني أمسي على زميلة خلود الجابر بالرياض. يسعد مساك يا خلود. مساء الخير خلود، وانا اطمنك بخير. صح بعض الاحيان اخجل، المهم ان تكون اسرتكم بخير وانها لا تحتاج الى التقويم وهو موضوعنا في فقره اليوم، فانتظريني سيدتي. ولكن الان العوده الى زميلتنا ميساء لنعرف تفاصيل حلقه اليوم. اليك ميساء. أكيد يا خلود وشكرا لك. مشاهدينا يمكنكم التواصل معنا عبر حسابات برنامج سيدتي على تويتر وفيسبوك الظاهرة على الشاشة. أيضا ندعوكم مشاهدينا لزيارة صفحات سيدتي نتا على تويتر وفيسبوك. أما الآن فإليكم العناوين. في سيدتي اليوم الأسود لرولا سعد وسيرين عبد النور، الأبيض لأصالة والأرجواني لنجوى كرم. من تألق ومن أخفق هذا الأسبوع في فاشن رادار؟ كيف يختلف تفاعل المرأة والرجل حيال خبر الحمل؟ وكيف يستقبل كل منهما المولود الجديد؟ في حوار الأسبوع بين جدة والإمارات. رغم كل التطورات التقنية يبقى جهاز تقويم الأسنان الأكثر انتشاراً، ولكن لماذا يشعر البعض بالخجل من إبرازه؟ مهرجان أبوظبي يحيي الإرث الرحباني، وروتانا وشد حسون يتابعان مشوار النجاح سوياً. 50% من السعوديين يثقون بالمرأة كراقية شرعية. أهلا بكم. المستضعفون الذين ينظرون إلى ذواتهم بنظرة سلبية غالبا ما يجلدون أنفسهم بأنفسهم وينزلون مقامهم الإنساني أدنى منزلة لتشكيكهم الدائم بقدراتهم وطاقاتهم الداخلية. فكيف تتجلى النظرة السلبية للذات وكيف نحولها إلى إيجابية؟ نتابع مشاهدين هذا التقرير ثم نعود للنقاش. تشير الدراسات إلى أن أكثر من 75% من الأمراض العضوية أساسها التحدث مع الذات بشكل سلبي. فما هو إذن التحدث السلبي إلى النفس؟ التحدث للنفس هي العملية التي تحدث طبيعياً لجميع الناس أثناء التفكير، ولكن المشكلة الحقيقية تحدث حينما يتحول هذا التحدث إلى لغة سلبية تجعلك تشعر بالحزن وتؤكد معتقداتك الخاطئة عن نفسك. من أمثلة التحدث السلبي إلى النفس: ملابسي سيئة جدا اليوم، كان يجب أن أرتدي شيئا آخر، لماذا لم يبتسم في وجهي؟ بالتأكيد يكرهني، الجميع لا يحبونني، كيف لم أنجح في هذا؟ بالتأكيد أنا فاشل، أنا لا شيء بالمقارنة بهؤلاء الناس، لقد تأخرت، بالتأكيد لن أصل على الموعد. تتواجد الرسائل السلبية في حياتنا بفعل الأسباب التالية: ضعف الثقة بالنفس والقدرات، التجارب غير الناجحة والمحبطة، عقد المقارنات مع الآخرين، الميل الفطري نحو النقد السلبي، طبيعة البعض الشعورية التي تضخم الأخفاقات. أما مخاطر التحدث السلبي إلى النفس فهي أنه يستمر في تأثيره على المشاعر والتصرفات والعلاقات، ويتغلغل في أعماق الذات، وربما يصبح جزءاً من كيان شخصية الفرد وتركيبته النفسية الذهنية التي يمكن بالتالي أن تعيق تقدمه في الحياة وتحول بينه وبين الإنجازات والنجاح، فيصبح وسيلة تؤكد تلك المعتقدات الخاطئة عن النفس حتى يصبح من الصعب التخلص منها.
إذا مشاهدينا أرحب بصاحبة مؤسسة كي توك للتدريب الحياتي الأستاذة مروة كرولة لتنيرنا أكثر عن أسباب وسبل معالجة هذه النظرة المتدنية للذات. أهلا وسهلا بك أستاذة مروة. أهلا بك يا ميس. يعني ما أعرف إذا كان الوصف صحيح هي نظرة فعلا متدنية للذات أو لا، بس هل هي تكثر عند النساء أكثر من الرجال في رأيك ولا متساوية ربما؟ لا هي متساوية. كلنا كبشر عندنا الكلام السلبي، والكلام السلبي ده ست أو راجل بيجي لها، بس كل واحد فينا بيجي من زاوية مختلفة. الراجل بيجي علشان يعزز أنت ضعيف، أنت مش كويس، أنت مش منتج، أنت ما عندكش سلطة. الست بيجي لها شكلك وحش، أنت ما بتفهميش، أنت غبية، ما فيش أي داعي تقومي بخطوة لقدام، ونبتدي إن هو إيه يحبطك قد ما تقدري. بس ربما يعني الرجل بيقولها أكتر بينه وبين نفسه، لكن المرأة تعلنها للملأ حولها. المرأة بتعلن تقريباً 20% و80% موجودين بالكامل جوه، وأكتر بكتير قوي. فتخيل يعني إحنا بنتكلم قد إيه؟ قد ده 3 مرات جوه بيكون. الراجل لا، بيتعزز إنه يقول حاجة زي كده، وخاصة إن الراجل ما بيكونش فيه عنده المساحة اللي يتكلم فيها بحرية عن الأفكار السلبية، هتعتبر ضعف. الست بتحاول تتكلم بهذا الشكل ليه؟ لأن من لما أنا بقول إني أنا هدومي مش حلوة مثلا، زي ما كنا بنتكلم تحت الهواء، أو إني أنا مش ما عنديش إرادة كفاية، بتبتدي تاخد دي كزريعة علشان خاطر ما تقومش بالأعمال المفروضة عليها. وإيه الأعمال المفروضة عليها في المجتمع؟ زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، إنها تكون perfect، إنها تكون كاملة. هو يعتبر نوع من جلد الذات؟ خلينا نفهم الفكرة أصلاً. أوكي. بتيجي إزاي الكلام السلبي داخلياً عندنا كلنا، وبيمرح ويرتع ويكبر لما يكون الشخص ما عندوش هدف سامي للحياة. أنا عايشة ليه؟ فكل ما كان عندك هدف سامي للحياة، كل ما هتقدري هذا الكلام السلبي تتحكمي فيه بقدرة أعلى. كلنا عندنا الكلام السلبي، بيفرق من شخص لشخص حسب قد إيه أقدر أتحكم فيه. لو أنا ما عنديش هدف سامي للحياة، وكل ما أهتم به هو شغلي، أولادي، بيتي، شكلي، عربيتي، الحاجات المادية، الكلام السلبي بيبقى أكتر بكتير جدا، وبيتمكن منك بدرجة كبيرة. كل ما كان عندك هدف سامي للحياة، واللي احنا بنسميه في اللايف كوتشنج لايف بيربس، انت عايشة ليه؟ وجودك في هذه الحياة ليه؟ كل ما كان عندك هذا الهدف واضح وصريح، بيبتدي الكلام السلبي ياخد جانب شوية. أول حاجة. النقطة التانية، ليه الكلام السلبي عندنا بيزيد؟ لما ما بيكونش فيه alignment، ما بيكونش فيه موازاة بين القيم الشخصية بتاعتي أنا والقيم المجتمعية اللي أنا عايشة فيها. فبالتالي بيحصل عراك قوي جدا بين أنا قيم الشخصية إيه والمجتمع عايز مني إيه، فبالتالي بضطر دائما وأبدا أكون مش نفسي، أتعامل بإطار خارجي علشان أرضي المجتمع اللي أنا عايشة فيه. فبالتالي ما عنديش النزاهة الكافية إني أقول أيوة الفعل اللي المجتمع طلبه مني صح ولا غلط، يبتدي كلامي السلبي. وانت فاكرة نفسك مين علشان تقدري تعملي كده؟ وانت هل تتصوري نفسك إنك انت بالذكاء الناس اللي حواليك علشان تعترضي؟ فتلاقينا نبطل نتكلم مثلا في مجتمع، نبقى قلقانين جدا من شكلنا ومن قعدتنا، ونبطل كمان ناخد خطوة إيجابية للتغيير. تيجي مثلا عايزه تعملي دايت، وزنك قد كده عايزه تعملي دايت، ليه؟ ما انت طول عمرك بتعملي دايت وبتفشلي، ايه لازمه انك انت تحاولي مره تانية؟ وبيكون الكلام ده واضح جدا ومستمر بطريقه سيستماتيك، نمطيه، صح. بطريقه عاليه جدا. صحيح. طيب ابغى اسالك عن الاحداث السلبيه في حياتنا، يعني ما اعتقد ان في شخص ما عنده شيء سلبي صار في حياته أثر فيه. قديش ممكن يأثر علينا ويخلينا أشخاص سلبيين؟ نرجع ونقول تاني، لو عندي هدف سامي ولو قيمي الشخصية في تساوي أو أنا عايشاها كفاية في المجتمع اللي أنا عايشة فيه، الأمور الإحباطات اللي حواليا
مش هتأثر عليا بدرجة كبيرة. طب ومش هتأثر على كلامي السلبي. أبغى أعرف إذا ممكن تعطينا أمثلة أكثر حية على الأهداف السامية، يعني إيش تقصدي بها مثلا؟ مثلا الأهداف السامية، ساعات ناس كثيرة قوي مثلا تقول لك أنا هدفي إني أغير المجتمع، نظرة المرأة، نظرة المجتمع للمرأة. أنا هدفي إني أعمل إيه؟ أنا بحاول أفتكر لك العملاء بتوعي بأهدافهم إيه. هدفي أني أنشر السلام في المجتمع اللي أنا عايشة فيه، والمجتمع اللي أنا عايشة فيه ممكن يكون أسرتي، الحي بتاعي، المدينة بتاعتي، أو 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 في ناس كتيرة قوي هدفها في الحياة أو وجودها في الحياة أنها تنشر الأكل الصحي. صح. إن لازم يكون عندي رسالة، مش مجرد ان انا اروح للشغل وارجع من الشغل واقبض راتبي واعمل شغل. ممكن يكون الهدف هدف شخصي، ممكن يكون هدف اجتماعي. الهدف السامي ما ينفعش يكون شخصي. يعني لو هاجي اتكلم مثلا انا هدفي السامي، لو انا جيت قلت مثلا هدفي السامي اني اخسر 15 كيلو من وزني، ده مش هدف سامي. لا، احنا وجودنا في الحياة ليه هدف اكبر من كده. ربنا لما خلقنا خلقنا علشان خاطر الكون يعيش بطريقة أحسن وأسمى. فأنا لو أنا ما عنديش شيء بكونتريبيوت بأساهم بي للمجتمع اللي أنا عايشة فيه، هلاقي فيه نوع من أنواع الفراغ اللي منه هيبتدي كلامي السلبي يشتغل عليا بنمطية كبيرة جدا. طب متى الشخص يصير في مرحلة الخطر فعليا بجلد الذات أو بانتقاصه من نفسه؟ لما بيجي يحصل اني انا عايزه اقوم باي خطوه ايجابيه والاقي كلامي السلبي ده بيرجعني تماما. عايزه انزل اروح الجيم، مفيش اي داعي، خليكي قاعده. عايزه اقوم عايزه اعترض على وضع مجتمعي معين وكلامي السلبي بيقول لي يعني انت الوحيده اللي هتعترضي وتخلي الناس اللي كلها حواليكي ساكته مثلا. عايزه اقوم عايزه اخالف العرف، عايزة أودي ولادي مدرسة فرنساوي وعيلتي كلها عايزة توديهم مدرسة إنجليزي لأن المدارس الإنجليزي هي الإنجليزي، ده هو ده الأساس. عايزة أني كل حاجة أنا عايزة أكسر بيها النمط المحيط بيا ولاقي نفسي ما عنديش القدرة أني أقوم بذلك، يبقى محتاجة أني أنا أراجع نفسي قوي قوي. نيجي نقول بقى نراجع نفسنا إزاي. أنا جايبة النهاردة معايا فريد. فريد ده كلامي السلبي. اوكي، لما نبتدي الكلام السلبي يفضل عايم داخليا ما بنقدرش نفرق بينه وبين الافكار البناءه، وبنعتبره لا ده صوت العقل وصوت الحكمه فاستمعي اليه فما تعمليش حاجه. لما نيجي نشخص الكلام السلبي ونديله صوت، فانا فريد مثلا بيتكلم يا مروه ما فيش داعي، ايه لازمه انك انت تقومي وتيجي على التلفزيون، الناس كلها هتتفرج عليكي ولو غلطتي بكلمه هتتمسك عليكي ومسجله. ففريد لما بيعمل كده بقول له فريد عندك رحله لهواي. روح يا فريد لهواي وانا نازله. ما بقولكيش انه ما بيحصلش، بيحصل اني عندي انا كشخصيا كلام سلبي، بس اول حاجه لما نبتدي نشخص الكلام السلبي نديله نبرة صوت، نديله شكل معين، هل هو شخص كبير شخص صغير، ايه نوعه، هل هو شخص، هل هو كائن شبه فريد كده، ايه نوعه. كمان لما نديله لون وطبيعة، فبالتالي اقدر اني اشوف ازاي هادافع عن نفسي من هذا الكلام السلبي. فأنا فريد لما بيكون موضوع بسيط جدا جاية للتلفزيون طلعت 15-20 مرة، فبالتالي مش مشكلة كبيرة، ببعته في رحلة لهواي وملكش دعوة بيا فريد في 10-15 دقيقة اللي أنا طالعة فيهم على التلفزيون. لما بيكون أقوى شوية برميه من الشباك، طبعا خياليا بس بقدر أني أرميه بالشباك، وبقدر كمان أفيجوالايز أو أرسم صورة إن فريد نزل من الدور 17 وتكسر، فالحمد لله ما فيش فريد. بس هو ممكن يقنعك بإنه هذه الحاجة اللي دائما أشوفها أنا في بعض صديقاتي حتى، إنه تقول لك طب أنا المرة اللي فاتت رحت مثلا، أنت ضربت مثال إنك جاية على الهواء، فهي تقول لك أنا رحت هذا المكان وكانت خطوة فاشلة فما بدي أرجع أكررها مثلا. هو الكلام السلبي بياخد جزء من الحقيقة ويعملها هي اللباس الكامل للحقيقة. وده طبيعي جدا. فبقى صح
بس هل صاحبتك لما راحت على الهوى وهذه الاكسبيرينس كانت سيئة، هل ده عملها شخصية سيئة بالكامل يعني تقعد في البيت وتقفل على نفسها وما تطلعش تاني؟ ولا هل ده جزء من الاكسبيرينس بتاعتها والخبرة بتاعتها اللي اتعلمت منها ان المرة دي مفيش داعي ما اجيش محضرة، لا المرة الجاية احضر احسن واعرف انا هقول بالظبط ايه علشان خاطر اقدر انتج باسلوب ايجابي اكتر. انا كل الكلام استاذة مروة اللي قلتيه يعني كتير مقنع، بس اعتقد انه الاشخاص السلبيين اللي حولنا هم اللي يكبروا الشيء، اللي هم زي فريد اللي هم يكبروا الشيء او يصغروا لنا هو. تماما. وكل ما كان انت عندك المساحه اللي بتسمعي منها للاخرين كمان، كل واحد ميسة من خبرتي في العمل كل واحد بيحاول يحبطك لانه فشل في شيء مماثل وما عندوش القدره انه يواجه نفسه شخصيا ويقول لنفسه اني انا كان مجرد خطأ، خليني اعيده مرة تانية باسلوب تاني علشان اقدر انجح. عشان كده الواحد لازم يحاول يصدق الناس الناجحين اكتر. فاكرة لما اتكلمنا في حلقات اللي فاتت كل ما كنا في محيط ايجابي كل ما ايجابيتنا زادت بشكل اكبر بكتير. وهذه المشكلة اللي بنواجهها في مواقع التواصل الاجتماعي انه قديش السلبية اللي بتطلع منه وكلنا داخلين في الجو. تماما تماما طبعا. طب انا اخر حاجة بدي اسألك عن التربية القاسية قديش تأثر حتى على سلبيتنا وتكبرها بشكل كبير جدا. الحزم اللي غير في اللي مش في مكانه بيخلي الكلام السلبي يزيد جدا جدا. ليه؟ لأنه هو بيحسس الطفل أو بيحسس الشاب أنك أنت غير كفء أن يكون عندك هدف سامي، أنت غير كفء إلى الحياة أصلا. فبالتالي بيزود مساحة الكلام السلبي وما بيخليهوش يقدر يعيش قيمه الشخصية بالشكل الكامل، فبالتالي الكلام السلبي بيزيد اكتر بكتير قوي. اها يعطيك الف عافيه استاذه مروه، انا اشكر وجودك معانا ودائما اقول للمشاهدين انه ينتظروك كل تلوت ان شاء الله معنا ان شاء الله كل اربع. كل اربع سوري انا اليوم ضايع. يعطيك العافيه. شكرا لك. اذا مشاهدينا قبل ما نروح لفاصل خلينا نستمع كمان لنصائح سريعه اعددها فريق العمل اليكم. معظم الناس تبرمج منذ الصغر على أن يتصرفوا أو يتكلموا أو يعتقدوا بطريقة معينة سلبية، وتكبر معهم حتى يصبحوا سجناء ما يسمى بالبرمجة السلبية التي تحد من حصولهم على أشياء كثيرة في هذه الحياة. ونجد أنهم اكتسبوا هذه السلبية إما من الأسرة أو من المدرسة أو من الأصحاب أو من هؤلاء جميعا. فكيف نستطيع التخلص من الأفكار السلبية التي تسيطر علينا وتداهم عالمنا؟ حاول أن تبني الثقة العالية بالنفس، مرن نفسك على الحديث الإيجابي، سجل الرسائل السلبية المسيطرة على ورقة صغيرة، كافئ نفسك بعد كل إنجاز يتم تحقيقه، اختر الرفاق ممن يعززون الجوانب الإيجابية، لا تكن متسرعاً في الأحكام، واجه التحدث السلبي بالأسئلة، فكلما لم تتقبل شيء بدون دليل كلما ساعدت نفسك في التغلب على طريقة التفكير تلك حتى تجد نفسك في النهاية تفكر بإيجابية بدون أي مجهود. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية، سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. مجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، 50% من السعوديين يثقون بالمرأة كراقية شرعية.
أهلا بكم من جديد. لا يختلف اثنان على فوائد الرقية الشرعية الصحية وحتى النفسية، ولكن جدلا كبير يدور حول رقية الرجل للمرأة ومدى شرعيته، مما أدى إلى انتشار رقيات شرعيات في السعودية. ما مدى ثقة المرضى بأدائهن، وما هي نظرة الدين لهن، وغيرها من الأسئلة تطرحها زميلتي خلود في جدة. إليك يا خلود. شكرا لك ميسا. بالفعل مشاهدي الكرام، الرقية الشرعية سنة نبوية مؤكدة، يمكن أن نجربها على أنفسنا أو على أهالينا أو حتى على الآخرين. لكن انحسار المعرفة بالجوانب الدينية فيما يتعلق بالعين، بالسحر أو بالمس أو إلى آخره من هذه الأمراض، أخرج لنا ما نسميهم بالمتخصصين في عالم الرقية الشرعية، ومن ضمنهم السيدات. احنا موضوعنا كبير ومتشعب وعميق، هنتحدث عنه، لكن خلينا اول شيء نروح لاستطلاع راي حول تجربه بعض السيدات بالرقيه الشرعيه، وللحديث بقيه نشوفوا سوا. لا ابدا، لان هيدا ايمان وشيء يعني روحانيات بيني وبين رب العالمين، ما بستغل. انا بقرا لحالي. انا اسمع الناس ان هم يقولوا يستعملوا الرقيه الشرعيه، بس انا ما عم بستعملها. نعم، يعني مو عشان شيء، بس يعني هي رقيه شرعيه مذكوره في القران، يعني ذكر الرسول، يعني كلام ايات الله، يعني مو شيء. اول ما تصحي انت تقولي الاذكار خلاص، يعني انه انت رقيتي نفسك، انت لبستي وخارجه مثلا زواج ولا عزيمه ولا كذا، انه خلاص انا ارقي نفسي، خلاص ما له داعي اروح. تحصين اليومي، واذا احتاج في يوم من الايام لرقيه شرعيه ما في اي مشكله، ممكن اروح بس عند انسان موثوق منه، مش زي الدجالين تبعون الايام هذه. الرقيه الشرعيه لازم، يعني طبيعي نستخدمها في حياتنا، بس بنفسنا، يعني لانه الافضل انه الواحد يرقي نفسه بنفسه. لا الحقيقه لا، لاني انا على طول بقرا قران وبحس براحة نفسية جدا، ودايما دايما بحصن نفسي أنا وأولادي وبنتي وكده وبس، لأني ما ضدها أصلا أنا، وما أرتاح لها الأشياء، يعني ما فكرت يوم من الأيام أني أروح الشيخ، حتى لو يوم من الأيام حسيت أني مريضة أو أني أحتاج شيخ ما راح أروح. إذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا التقرير والحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدني أن أرحب بضيفي، ضيف سيدتي بالاستوديو معنا اليوم، الشيخ محمد الفلقي، وهو راقي شرعي. يسعد مساك. الله يمسيكم بالخير والعافية، وأنا شاكر لكم هذا الحلقة، وشاكر لكم هالبرنامج اللي اخترتوه في وقت نحتاج إليه كثيرا. نعم، شكرا لك. بداية احنا بنتكلم عن الرقية الشرعية، حضرتك بتلاحظ انه الرقية الشرعية، موضوع الرقية الشرعية قلب شوية لتجارة، كيف؟ انه بعض الاحيان بيكون القارئ ده احسن من القارئ ده، وقراءة الشيخ ده اقوى من الشيخ ده، بالاضافة الى احيانا بيكونوا بعض السيدات او العوائل عموما بشكل عام بيروحوا لبعض العيادات وبيدفعوا مبالغ كبيرة بالساعة لدى الشخص اللي بيرقي لهم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إني لأرجو الله عز وجل أن يجعل في هذه الدقائق منفعة للبلاد وللعباد وللناس للاستفادة من هذه. ولا شك أن موضوع الرقية الآن أصبحت جلها إلا ما رحم الله تجارة، لأن ليس لدينا ضوابط محددة في مسألة الرقية الشرعية، وإن يتوجهون الناس ولمن يذهبون إلى شخص فلان وإلى شخص فلان، فأصبح كل شخص الآن يضع له رسوم ويضع له عيادة ويضع له استراحة ويضع له مكان يحدد فيه للناس مواعيد وزيارات وما شابه ذلك، وأصبح الموضوع مفتوح على الأبواب. يعني نقول بكل صراحة، وأنا ناقشت الموضوع هذا سابقا في قنوات متعددة، مسألة الرقية تحتاج إلى ضبط وإلى عادة نظر في واقع نعيش اليوم. طيب بوجهة نظرك، يعني هناك العديد من الفئات تلجأ للرقية الشرعية بشكل كبير وشديد جدا، ما هي أكثر هذه الفئات والشرائح، بالإضافة هل هم رجال أم سيدات؟ هو موضوع اللجوء إلى الرقية هو من نعم الله عز وجل علينا في هذا الدين وفي هذا الإسلام وفي ديننا الحنيف، أن الرقية معنا في حياتنا جميعا، في صلواتنا، في قرآننا، في أذكارنا، في تسبيحاتنا، كل واحد يستطيع أن يقرأ نفسه وأن يرقي نفسه ما شابه ذلك. ولكن الواقع الآن أن أصبح هناك وهم
زائد عند كثير من الناس في موضوع العين والحسد والسحر والمس وما شابه ذلك. حتى الإنسان مجرد أن يلم بأي إلمام ولا شيء مباشرة تخيل عقله أنه عين ولا سحر ولا حسد ولا مس. ولهذا تجدني أنا راقي لي 15 سنة في الرقية وأقرأ الناس ولدي حصيلة كاملة بفضل الله في مسألة الوهم، بل أنني عددت في بعض اللقاءات وفي بعض البرامج أن 80% من الذين يراجعون مراكز ذوقي إنما فيهم وهم. الرقية واردة ونحن نحتاج إلى رقية العين والحسد والسحر والمس، وهي ثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكرها الإنسان جاحد. لكن الوهم اللي حصل الآن وضع النساء وخاصة زي ما ذكرتي أكثر رواد الرقية هم من السيدات. المرأة تعاني ضغوط أسرية، تعاني عنف أسري، تعاني مشاكل زوجية، فتولدت المشكلة الداخلية عندها إلى الوضع اللي حصل الآن إن خلاص أصبحت في أزمة نفسية تحتاج إلى من يقرأ القرآن، إلى من يذكر بالله عز وجل، أو أنها تتوجه إلى العيادات النفسية. وأنا من الناس اللي دائما أجمع ما بين العلاج بالرقية والعلاج بالوضع النفسي. طب شيخ، مين المسؤول عن هذا الموضوع؟ هل هو يعني المجتمع أو السيدات اللي هم بيعانوا من هذا المرض أي كان نوعه، أم الراقي الشرعي اللي هو بيوهم أنه هو عنده العصا السحرية للعلاج؟ ثقافة مجتمع. للأسف أنك تجد حتى أناس في الثقافة يعني أصبح عنده هاجس العين والحسد والسحر. أما مسألة الرقاة فالرقاة لهم سبب كبير جدا، وأنا راقي، أنا لا أخرج نفسي من المسؤولية، أنا من ضمن الكوكبة. بل نحن بعض الرقاة أوهمنا الناس ودخلنا الناس في دوامة، هذا فيك عين وهذا فيك سحر وهذا فيك حسد وهذا فيك مس من غير أي دليل. وأصبح المريض يتمسك بأي حاجة تقول بس. فمجرد أن تقول العين حسد أصبح عنده وهم. ناهيك عن الزيارات والذهاب وضرب آلاف الكيلومترات التوجه إلى شخص فلان وإلى شيخ فلان، وأصبح التعلق بالناس أصبح التعلق بالرقى أكثر من التعلق بالله عز وجل. وهذه مسألة عقدية نحتاج اليوم أن نصحح عقيدتنا. ولو كان هناك متسع من الوقت أو مستقبلا نحدد الطريقة للرقية الشرعية كيف الإنسان هو يقرأ على نفسه لتكون أنت الراقي، لتكوني أنت الراقية. طيب أنا معك، لكن خلينا نسأل سؤال من جهة أخرى برضو. إحنا حابين نعرف هناك راقي رجل وراقية امرأة، إيش الفرق بيناتهم كم امرأة تلقي الرقية الشرعية وبين الرجل؟ أنا من الناس الذي أؤيد وأتمنى ولدي رقبة أكيدة كبيرة جدا بعد أن عاصرت موضوع الرقية، أنا أتمنى أن يكون هناك راقيات، امرأة تقرأ على امرأة. الآن جل الذين يأتون إلى الرقى هم من السيدات، أحيانا قد تكون من غير محرم، أحيانا قد تكون المرأة عورة، أحيانا قد تكون تعاني مشكلة أسرية، أحيانا قد تكون ما يساعدنا في الأسرة أحد يتوجه معها، فتضطر احيانا انها تعاني للذهاب الى الراقي او ما شابه ذلك، او تتصل بشخص يقرا عليها من غير يعني محرم وما شابه ذلك. وجود المراه الراقيه المتعلمه الفاهمه الواعيه التي لديها ادراك والمام بموضوع الرقيه الشرعيه لا باس في ذلك في ضوابط الشرع وفي ضوابط النواحي الشرعيه، بس بشرط إنها لا تدخل في دوامة بعد. احنا نحارب الآن موضوع لا تعلق الناس بها، والله راجعوني مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وخذوا الأعشاب هذه وخذوا العلاج هذه. يكفينا من السيدة أو الراقية تقرأ أن تقرأ آيات من كتاب الله لتستفيد منها هذه المريضة. شيخ شكرا لرأيك، احنا حنروح كمان نسمع رأي شرعي آخر بموضوع ممارسة المرأة للرقية الشرعية، نشوف هذا التقرير. الرقية الشرعية من الأمور التي جاءت بها الشريعة وحث عليها ديننا العظيم، حيث أن الإنسان قد يحتاج إلى ذلك، فلا بد أن يستحضر أمورا في هذا الأمر العظيم. أول الأمر الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى، ولا يكون هذه الرقية من باب التجربة، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه سبحانه وتعالى هذا القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فهو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من اليقين، يكون هناك يقين أن هذا القرآن ليس للتجربة وأن هذه الرقية الشرعية ليست للتجربة، إنما هي شفاء بأمر الله سبحانه وتعالى متى اعتقدنا الاعتقاد الصحيح فيها. ثم أيضا من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها الناس اليوم أن الرقية أفضل ما تكون من الشخص نفسه لنفسه، يعني المرأة لنفسها أن ترقي نفسها ترقي أبنائها هذا أفضل، أما أن تأتي بمن يرقيها أو يقرأ عليها
فهذا ليس كالشخص لما يباشر حالته بنفسه، لأن الله جل وعلا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالله جل وعلا لما يلجأ إليه صاحب الحاجة بالصدق يستجيب الله جل وعلا، ليس كذاك الذي كان يقرأ للناس عامة أو يعني عرف بهذا الأمر. ثم أيضا من الأمور التي ينبغي لها، ينبغي أن يكون المسلم على حرص والمسلم على حرص على ألا يكون هذا الباب مفتوحا لكل إنسان. فاليوم كثر الرقاة وكثر الدعاة إلى الرقية الشرعية والذين فتحوا الأماكن وخصصوا لها، هذا الباب إذا فتح بهذه الطريقة دون رقيب ولا حسيب يخشى منه. واليوم كثير من الناس دخلاء على هذا الباب ودخلاء على هذه الرقية الشرعية، فأصبحت كلمة الشرعية توضع في كل مكان وهي في غير محلها. فذاك يستخدم ربما طلاسم وأحجبة وربما كلام ما أنزل الله به من سلطان، ثم يقول هي رقية شرعية من باب أن يعني يمشي كما يقولون سوقه. فينبغي الحذر من هؤلاء. ثم أيضا على الرقاء يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلقوا الناس بالله، لا يعلقوهم بأنفسهم. اليوم أصبح الراقي يعلق الناس بنفسه، فيقرأ فيستجيب هذا المريض أو يكون فيه شيء من العافية أو الشفاء، فيقول له تأتيني المرة والثانية، بدل أن يعلقه بالله إلجأ إلى الله بالصدق، أقبل على الله بالصدق. ثم أيضا نقول لهؤلاء الرقاة من الرجال أو النساء، نقول لهم أيضا اتقوا الله سبحانه وتعالى، لا تخوفوا الناس. إذا مشاهدين الكرام تابعنا هذا التقرير، وبالعودة مرة أخرى لضيفنا في الاستوديو الشيخ محمد، أهلا بك مرة أخرى، وحابين نعرف من حضرتك كالعادة هناك مجالس تحدث فيها راقي شرعي ومجموعة من السيدات، هذا أمر معتاد عليه، إيش أكثر الأخطاء اللي بتلاحظ أو موجودة في هذه المجالس؟ هو المجالس اللي تذكرونها الآن هي تسمى القراءة الجماعية أو الرقية الجماعية، يعني أن الشيء الراقي يجمع له 10-20 من السيدات من النساء في مكان واحد ويبدأ يقرأ عليهم بالميكروفون وبالجهاز. وبالنسبة لي أنا كرأي أنا أنكرها هذه ولا أحبذها أبدا، لها أضرار كثيرة. أولا أن تجد كثير من السيدات مجرد أن يقرأ على امرأة أو مجموعة من النساء فتنصرع امرأة من الحضور، يبدأ الباقي جبليا خوف نفسيا خوف. تبدأ كثر منه حقيقته ما فيها ولا شيء، تبدأ تنصرع بجوارها الثانية والثالثة والرابعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أحيانا قد يحضر الإنسان بمريض معه، امرأة أو مجموعة نساء فيهم مريض أو مريضة أو مجموعة من المرضى. مجرد أحيانا إذا كان في مس وفي تلبس، وهنا مسألة خلاف بين التلبس والمس ومسألة خلافية يمكن مجال لا يوفينا بذكرها. فتأتي بعض قد يكون فيها تلبس وفيها مس فينتقل مباشرة من المريضة هذه في الشخص الآخر. نعم، حضرتك تمنيت أن يكون هناك راقيات شرعيات في هذا المجال. إحنا اليوم معنا في عبر الهاتف أم بدر وهي راقية شرعية. السلام عليكم أم بدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا حياك الله. بدر تسمعيني؟ اي نعم حياكم الله. يا ريت من عندنا بالاستوديو على الصوت شوي عشان نقدر نسمعها كمان. ام بدر بداية انت راقية شرعية بتقرأي على الناس، في حالات كثيرة بتيجي عندك، حالات صعبة وحالات متوسطة وحالات خفيفة، اباكي تعطيني ايش اصعب الحالات اللي بتيجي عندك؟ والله أنا أختك الحالات اللي تجيني حالات كثيرة والحمد لله. يعني علي الصوت يعني أخذ أنا بعبر الاعتبار أنا إنسانة أحب الخير لكل الناس، وفي نفس الوقت لما أقرأ على أي مريضة أنا أشيل همها، أبغى أشيل همها لين تشفى بإذن الله. فسبحان الله أصعب الحالات اللي مرت علي حالة مريضة كانت عندها مس وحتى دعين ونفس وسحر. طيب انت كان عليها حراس، يعني هذا كان عليها حراس من سحرها، كان في خدم جن. انت تقصدي حراس يعني وخدم يعني جن داخل. نعم. فاستشرت بحالتها، هي أول حالة أنا مسكتها رقية صراحة وأصعب حالة.
فلما بديت اقرا عليها استشرت بعض المشايخ اللي يعرفون الرقيه، فقالوا لي ننصحك بالابتعاد عنها، هذه الانسانه على حراسه وسحرها قوي يعني، وما ننصحك لانك امراه وانت ضعيفه وتتعرض للاذى وكذا. فانا حسيت ان هذه الانسانه يعني اذا تخوف عنها يعني تكون. قدرت تعالجيها يوم بدر؟ ونفس الوقت ما حبيت اتركها. قدرت تعالجيها؟ ايوه عالجتها، رحت البيت عندها، اول ما بديت اقرا حذف على الصاده على المكيف، يعني فوق الخيال فوق ما تتصورين. طيب ام بدر، استعنت بالله سبحانه وتعالى وتوكلت على الله وبديت اقرا عليها واعطيها زيت وماء، وبدات تبخر بيتها برضه ببعض الاعشاب مثل الحلتيت بس. فسبحان الله عشان يطردون الخادم، في خدم في البيت، في خدم، في حراس. فجبت لها الشيخ ناصر العسكري، اذا تسمعين بالشيخ راسي معروف، قرا عليها مره وراح يعني ما عاد رجع لها. وجبت لها مشايخ اربعه من المشايخ، يعني انا ارسلت عليهم مشايخ قلت لاني انا بسوي باديه في الرقيه ماني عارفه الحاله، اباكم تساعدوني في العلاج. يعطيك العافيه ام بدر، وشكرا لافادتك معنا في البرنامج، شكرا لك. ايوه حياك. شكرا لك، حياك الله. مرة ثانية شيخ محمد، هذه كانت يعني تجربة أم بدر. إحنا حابين نعرف من حضرتك كمان شغلة مهمة جدا، متى نعرف إحنا أنفسنا، متى نعرف أنه لازم بالوقت ده نلجأ لرقية شرعية؟ مو موضوع متى لازم نعرف أن نلجأ إلى الرقية الشرعية، متى نحن نعرف أن نكون مع الله أصلا قبل أن تصيبنا العين والحسد. يعني كثرة العين والحسد والمشاكل هذه بسبب البعد عن الله عز وجل، الإنسان بعيد في صلاته في قرآنه في ذكره فيتخبط به الشيطان. أما موضوع الرقية فالحمد لله، من صلى الفجر في جماعة ففي ذمة الله حتى يمسي، من أتى بأذكار الصباح والمساء فهي رقية، من ذكر الله في ولا يزول لسانك رطبا بذكر الله فهي رقية. فأنا دائما أقول للناس استعينوا بالله واقرأوا على أنفسكم. الواحد يقرأ على نفسه، السيد تقرأ على نفسه، إيش الفرق أنك أنت ما تقرأ على نفسك وعلى زوجك وعلى أولادك وعلى بناتك، إيش المشكلة؟ طيب يكون عندنا يقين وعندنا يعني هي المشكلة بالله مجرد يقين أو مجرد هاجس؟ أي هاجس فقط لا غير. أما موضوع ما سمعت من الأخت اللي تقول في حراس وما شابه ذلك، يا جماعة القرآن له تأثير عظيم، من صدق مع الله في الأخذ بالقرآن وفي الاستشفاء بالقرآن والله لا يقدر عليه لا حارس من الجن ولا غير الجن. ثم إننا لا نعمق المسألة، لا نوسع، يعني بعض السيدات تقول ولا بعض المشايخ ولا القراء والله فيك 70 من الجن، فيك 70 من الحارس، فيبدأ الإنسان في دوامة. صحيح. وإيش هل الجن اللي في الإنسان وصل للمرحلة هذه عندنا؟ يعني أنا وأنت والثالث فينا 70 و80، إيش المقدرة عندنا بعد ذلك نقدر نتحرك؟ يا سيدي ما في له قرين واحد. نعم. الله عز وجل قال قرينه هو الشيطان الذي مع الإنسان. أما أن دخل الناس يقول والله فيك 70 وفيك 80 وفيك 90، هذه أمور أنا ما أدري من أين أتت أصلا. نعم المسألة تحتاج إلى إعادة نظر. أوصي نفسي وإياكم والأخوات والمشاهدين والمشاهدات بالقرب من الله عز وجل والالتجاء إلى الله، ثم البحث عمن نثق في قراءته. لا نتوجه إلى أبو فلان ولا أم فلان ولا أبو كذا من غير ما نعرف منهج الشخص. نعم. ولا زلت أكرر، أتمنى أن تكون هناك سيدات وأخوات يقرأنا بس في ضوء الحدود الشرعية والمسائل الشرعية، ولا ندخل الناس في دوامة الوهم. إحنا شيخ محمد إحنا موضوعنا طويل وعميق وله جوانب كثير خفية جداً وطويل جداً، وإن شاء الله حناخده في فقرات أخرى وحلقات أخرى. يعطيك ألف عافية وشكرا للنصائح. شكرا لك. أنا أشكركم وأتمنى إن شاء الله نحن قدمنا ولو شو بسيط، مع زي ما ذكرتي إن الموضوع طويل جدا، لكن أنت أيتها الأخت اقرأي على نفسك، لا تحتاج تذهبين لأحد. أتفق. وأنت معك. أيها الأخ اقرأ على نفسك وإن شاء الله ما تحتاجون لأي راقي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. إذن شكرا لك شيخ محمد. الله يعطيكم العافية. إذن مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقرة اسمحوا لنا أن ننتقل إلى فاصل قصير ونعود باقي فقرات سيدتي، خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي
بعد الفاصل مهرجان أبو ظبي يحيي الإرث الرحباني، وروتانا وشدى حسون يتابعان مشوار النجاح سوياً. أهلا بكم من جديد، وهذه مشاهدينا جولة على بعض الأخبار الصادرة اليوم في السعودية. إذن مشاهدينا نبدأ من صحيفة الشرق. إذا اعتبرت عضو مجلس الشورى دكتورة ثريا عبيد أن اختيارها للتكريم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية يعزز دور المرأة الريادي في المملكة العربية السعودية، وقالت عبيد التي أصبحت أول امرأة يتم اختيارها لتكون الشخصية المكرمة في المهرجان، ربما تخذلني العبارات والكلمات لأنه يوم عظيم وتاريخي في حياتي وللمرأة السعودية. أن أكون أول امرأة سعودية تكرم في مهرجان الجنادرية منذ انطلاقه، وموضحة هذا التكريم هو أهم تكريم في حياتها. وطبعا الدكتورة ثريا عبيد ولدت في بغداد من أبوين سعوديين، ويعد والدها أحمد عبيد واحدا من أشهر الصحفيين في الحجاز، تم تخليد اسمها رسميا ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه كأول امرأة سعودية تكرم في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة، وكسرت الاحتكار الذكوري في الأعوام السابقة. من برنامج سيدة طبعا نقول لدكتورة ثريا عبيد وللمرأة السعودية ألف مبروك دخول الجنادرية في هذا السبق لهذا العام. وعموما يعني واضحة الصورة كثير في السعودية، في أشياء كثير قاعدة تتغير بخصوص المرأة خصوصا، فما تفاجأت اليوم أنا بصراحة من الخبر. عموما مشاهدينا من صحيفة الحياة، إذ نقلت تأكيد المتحدث باسم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر أن معظم السعوديات تقدمن للحصول على الهوية الوطنية، مؤكدا أن الأحوال المدنية عملت على توسعة الأقسام النسوية وجاهزة لتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس بإلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة تدريجية خلال مدة لا تتجاوز 7 أعوام. وأوضح الجاسر أن الأشهر 3 الماضية شهدت استخراج 106,000 هوية وطنية للإناث والذكور، لافتا إلى أن الأحوال المدنية أنشأت أكثر من 20 فرعا نسائيا في مختلف المناطق لتسهيل إجراءات استخراج الهوية الوطنية. في خبرنا الأخير، دشن أمير جزان الأمير محمد بن ناصر في مقر الإمارة أمس قافلة الضمان الاجتماعي التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية تحت عنوان نصل إليك قبل أن تصل إلينا. وأطلع الأمير على القافلة التي تضم سيارة بمواصفات خاصة وما يتوفر بها من إمكانات، مستمعا إلى عرض من مدير عام الضمان الاجتماعي بالمنطقة عن أهداف القافلة التي تسعى لتقديم خدمات إنسانية لمن لم يشملهم الضمان الاجتماعي ولا يستطيعون الوصول إلى مكاتب الضمان من كبار السن والمرضى وغيرهم من المستحقين للضمان، وواقفا في الوقت ذاته على تجهيزات قافلة الضمان الاجتماعي التي تضم مكتب بحث خاص لاستقبال المراجعين وأجهزة الحاسب الآلي ومقرا للانتظار إلى جانب التجهيزات الخاصة باستقبال المعاقين وكبار السن. إذن مشاهدينا هذه كانت أخبار السعودية، وإلى أخبار المشاهير الرحابنا يحيي الإرث في أبو ظبي وتجديد الثقة بين روتانا وشذا حسن، نتابع. عاش جمهور أبو ظبي ليلة من ليالي الفن الأصيل مع أمسية الإرث الرحباني التي أقيمت على مسرح فندق قصر الإمارات ضمن البرنامج الرئيسي لمهرجان أبو ظبي 2013، حيث يحتفي هذا العمل الفني الكبير بالإرث الغنائي والموسيقي العريق للأخوين عاصي ومنصور الذي لا يزال يلهم الكثيرين منذ أكثر من 60 عاماً.
الأخية الكبيرة اللي قامت بخطوة كتير كبيرة وجبارة من الست والسيدة ودكانه اللي أنا بعزها كتير واحترمها من قدي عندها من هالرقي وهالتفكير المتقدم شوي أنه تزرع هالواحة اللي كلها ثقافة وحضارة بقلب العالم العربي. صار له المهرجان تقريبا هي 10 سنة لقله وصار يضاهي كل المهرجانات بتقله وبالناس اللي بيستضيفهم يعني. وهي شغلة رائعة وأنا سائبه وجيت من سنتين لهون بال 2011 وعملنا كونسرت هون وهلأ السنة طلبت نعمل شيء مثل كبير يكون مش بس قصة كموسير قصة اكزيبيشن اشي من البيلونجينجز تبع الأخوان رحباني أو منصور رحباني اللي نقدر نوفره نحن وبنفس الوقت محاضرة كمان عن الإرث الرحباني ونقول الإرث دائما يعني الناس اللي مرقوا وتوفوا وهي أصرت أن يكون الإرث والاستمرارية. في أشياء مثل مركت بهالستين سنة اللي مرقوا بعض الأغاني قد ما بنقدر نحمل الكونسير يعني بالنهاية رح يكون في أغاني وجدانية أغاني وطنية رح يكون في دبكات رح يكون في للياسر رحباني الأخ الأصغر للأخوان رحباني العظيم وأيضا رح يكون في كمان موسيقى مسرحية إذا بدك من الموسيقى اللي اشتغلناها مثلا مثل مسرحية جبران والنبي غسان صليبة عنده أشياء من صيف 48 يعني في كتير أشياء أكيد في البداية والنهاية لهيبة اللي من آخر ما كتبه الأستاذ منصور بالشعر بروجرام منوع ورائع أكيد كله هيدا بتوزيع أوركسترالي تماما جديد أكيد شرف كتير كبير لإلنا نكون موجودين بهالحفل وبمهرجان أبو ظبي بشكل خاص وتمرين كتير يعني صرنا من زمان كتير عم نتمرن لأنه المسؤولية كتير كبيرة الأخوين رحباني من أعلام الموسيقى العربية المعاصرة لعبا دورا هاما في تحديث الأداء الغنائي والموسيقي العربي لمن إجوا الأخوين رحباني عملوا الفكر مع الفن هذا الاختلف بطل فيك تسمع فيروز أنت وعم تشرب ولا بتأرجل ولا ما في هاي هيك في شيء واضح بدك تضلك قاعد على رؤوس أصابعك الصوت الملائكي الصوت هذا هيك هالنقي بشكل مش معقول شو حلو الشعر يلي تغيير الأخوين رحباني الأساسي هو الكلمة لأنه شيء طبعاً ما بتختلف مع قبل كله هداك ورد كان كله ورد ولعلع وسكر وعسل وهيك هونيك إجوا بغرمشوا والموسيقى طبعاً إجت أخذ من كتير من علم الغرب وكتير فيها مأصلة بالأرض وكتير تتأثر بمحيطها لكن عندها شخصية الرحبني اللي هن عاصي ومنصور بعد نجاح تعاونهما الأول من خلال ألبوم وجه ثاني جددت الفنانة شذى حسون تعاونها مع شركة روتانا لإنتاج ألبوماتها المقبلة وإدارة أعمالها حيث قامت بتوقيع العقد في مكاتب روتانا في دبي بحضور الأستاذ سالم الهندي رئيس روتانا للصوتيات لثلاثة ألبومات جديدة وأكدت شذى أن العقد الجديد جاء بعد دراسة متبادلة فيما بينهما هدفه مصالح وأعمال الطرفين ضمن خطة تسويقية يتم العمل بها مع ألبومها المقبل الذي بدأت الاستعداد له من خلال استماعها لمجموعة كبيرة من الألحان إذن مشاهدينا المزيد من المواضيع بعد هذا الفاصل خليكم معنا سيدتي بعد الفاصل رغم كل التطورات التقنية يبقى جهاز تقويم الأسنان الأكثر انتشارا ولكن لماذا يشعر البعض بالخجل من إبرازه؟ أهلا بكم
تحلم كل امرأة بأسنان بيضاء ومنتظمة تضمن لها ابتسامة مشرقة، ورغم ظهور العديد من التقنيات الحديثة إلا أن البعض يرى في جهاز تقويم الأسنان الوسيلة الأسلم لتعديل اصطفاف الأسنان، ولكن فور تثبيت الجهاز تشكو بعض الفتيات خاصة في فترة المراهقة من الخجل وتحرصن دائما على عدم إبرازه. المزيد حول هذه النقاط من الموضوع مع زميلتي خلود في الرياض، إليك يا خلود. شكرا ميساء. بالفعل يجمع الأطباء على فعالية جهاز تقويم الأسنان، وتعمل الشركات على ابتكار أشكال وألوان جديدة له حتى تساعدنا الفتيات على تجاوز الخجل من هذا الجهاز. لمعرفة المزيد نتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم أعزائي المشاهدين. يلجأ العديد من الأشخاص إلى تركيب تقويم الأسنان، وذلك لتقويم التشوهات السنية والفكية، إلا أن البعض ومع وجود هذه المشاكل يخجل من ظهور تقويم الأسنان باعتباره كائن حديدي يقطن داخل الفم، حتى بدأ البعض يتهرب من وجوده، إلى أن وجد التقويم الشفاف والتقويم الداخلي، والذي كان لديهم من أفضل ما وجد على الإطلاق. وعلى صعيد آخر، اشتهرت الكثير من الشخصيات الكرتونية بتقويم الأسنان، وقد يكون الهدف من ذلك تشجيع الطفل على تقبل وجود التقويم في حال اضطر له، والتخلص من الخجل عند الكبار. لبرنامج سيدتي دانا دلقموني. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم. نرحب بضيفنا طبيب الأسنان في مركز كودون الطبي الدكتور ماجد شحاتة. أهلا وسهلا فيك دكتور، ونورتنا. أهلا وسهلا فيك ثاني مرة. أوكي. شكرا لك وشكرا. وإن شاء الله نشوفك لعشر مرة كمان. الله يبارك فيك. الله يسعدك. طبعا إحنا شفنا التقرير مع بعض وشفنا إن فعلا سؤالك الأول إنه يخجلوا في، يعني كان بنات إن كانوا شباب يخجلوا من التقويم عامة؟ عادة البنات والشباب ما بيخجلوا، بيخجلوا اللي بيكون لهم وضع اجتماعي معين كمدرسات أو مسؤولين أو بعض المذيعين والمذيعات. بعض المذيعين والمذيعات. حلوة حلوة. كوضع اجتماعي معين بيكون في خلل فمه، فبيخجل إنه يحط بريسس، فبيبحث عن حلول أخرى. الآن طبعا صار في حلول للشخص اللي ما بيرغب إنه يظهر إنه جميل. تحت معالجة تقويمية. طيب دكتور، مين في نظرك إنه يحتاج التقويم عامة من حالات؟ التقويم يحتاج لشخصين، يا إما عيب في صفة الأسنان، رصف الأسنان كبروز واضح أو تراكم في الأسنان. تمام. هذا الشخص بيكون عارف حاله إنه محتاج تقويم، عادة بيكون يعني دائما بحاول يخفي ابتسامته. جميل. أنا بتكون محل انتقاد سواء من أسرته أو من وضعه أو من وسطه الاجتماعي أو المدرسة أو عمله أو كذا. أو شخص عنده خلل وظيفي في الأسنان، يعني عدم إطباق الأسنان. أيوة. يعني ظاهريا هي مقبولة، يشوف حاله عادي كأي شخص طبيعي، بس في بيكون عنده خلل بالإطباق. أيوة. كإطباق عميق أو إطباق معكوس داخلي أو أسنان مطمورة أو كذا، فبرضه هذا بيحتاج تقويم. طيب دكتور، طبعا عفوا بيحتاج لازم يكون عن طريق طبيب الأسنان، هو اللي بيكتشف الشيء هذا. أيوة. يعني ممكن بحالة عادية ما يكتشف. وأنا دوبي كنت بقول لك إيش المراحل اللي ممكن عشان الشخص اللي بيركب تقويم أسنان ويكون محتاجه، إيش المراحل لازم عشان يوصل لين دكتور تقويم عامة؟ عادة في تقويم وقائي. أوكي. ممكن يكون من عمر 6 سنوات أو 8 سنوات. جميل. أو 10 سنوات أو 12 سنة. هذه بتكون نوع من الأجهزة تطبق لحل المشكله مبكر، بشكل مبكر. اوكي. الحل يعني سواء يعني مرحله الاسنان اللبنيه والاسنان الدائمه بتكون الاسنان المختلطه. جميل. فممكن احنا نحل المشكله بشكل مبكر ونستغني عن معالجه معقده في المستقبل. ايوه. لو ما حصل الشيء هذا في عمر 12 سنه، طبعا احنا دائما ننصح بزيارات الدوريه طبيب الاسنان. أيوة. سواء للاباء او لاولادهم او لاطفالهم. أيوة. عمر 12 سنة يعتبر عادة أنه هو العمر الذهبي لتركيب التقويم أو للعلاج. جميل. التقويمي بشكل كامل سواء للأولاد أو البنات. يعني أنت بتنصح عامة أنه يهتموا الأباء والأمهات أنه من الصغر على أساس أنه الأسنان يكون أكيد. جميل. أكيد، خصوصا أنه أحيانا بتكون مرحلة اللي هي
تبديل الأسنان الأهل ما بينتبهوا إنه سن تبدل، درس طلع درس ما طلع، بتكون في أسنان مطمورة، أسنان متزاحمة، أسنان تأخرت في السقوط من اللبنية، هذه كلها بتعمل مشاكل تقويمية مستقبلا. فمن الأفضل إنه تدخل. طب الطفل نفس الكبير، يعني مثلا الكبير إذا جاي بيركب أوكي شاب أو شابة، بيضطر الدكتور إنه مثلا بيخلع أسنان معينة في الفك عامة على حسب حالته. نعم. الطفل يحتاج للموضوع هذا ولا ما يحتاج، يعني يتركب له على طول؟ في بعض الحالات ما بنحتاج، نعمل عملية التوسع، لأن احنا نخلع من الأسنان السبب واضح، أو السبب اللي الواحد فكر فيه بشكل بسيط إنه حجم الأسنان أكبر من حجم الفك. تمام. فبكون عندنا نقص في حجم الفك أو زيادة في حجم الأسنان. حلو. إذا كان النقص في حجم الفك طبعا في أشعات ودراسة تحليلية بتكون لزوايا معينة في الأشعة، ممكن عمل في عمر معين عملية توسعة للفك. جميل. بأجهزة معينة تتوسع الفك بحيث أنه ما نخلع أسنان. حلو. لو المرحلة هذه ما حصلت في الوقت المناسب حنضطر أنه غالبا نخلع عن بعض الأسنان بحيث أنه نصف الأسنان بشكل كامل. طيب دكتور، في حالات معينة أنه مثلا تجيك حالات اللي يسموها أسنانهم يجي متراكبة فوق بعض وزي كذا، هذه كيف بتعالجوها إلين ما تحط لهم تقويم؟ يحتاجوا مراحل كثيرة؟ اي تقويم بشكل عام سواء الاسنان المتراكبه او البروز او عدم الاطباق الجيد او الاسنان المفقوده او كذا، لازم يمر بمراحل العلاج الاول. أيوة. مراحل العلاج تتضمن علاج اللثه، يعني ما عندكم في كل المراحل انها متساويه، ما في عندكم شيء صعب فيها؟ ما شاء الله. بالضبط، علاج اللثه وعلاج تسوسات. جميل. وتعليم كيفيه العنايه بالاسنان قبل تركيب التقويم. طب دكتور، عامه العوامل اللي تؤثر على التقويم ايش اللي بتاثر؟ يعني الاهتمام بالصحه الفمويه. أيوة. يعني أسنان مثلا يجي شخص في زعل بينه وبين فرشاة الأسنان، مستحيل أركب له تقويم، أو مستحيل أي طبيب يركب له تقويم. أيوة. لأنه التقويم بهمنا أنه عملية، لأنه لازم تكون النظافة دبل هنا، رصف أسنان سليمة. صح. ما حاجة على أسنان كلها تسوسات حنصفض لك إياها وتصير حلوة، لا، معناها هي حتزيد سوء، لأنه مجرد وجود أسلاك أو أجهزة تقويمية بالفم ومطاط و واحيانا موسعات للفك او كذا، هي بيئه مناسبه لنمو البكتيريا اذا ما اهتم فيها. وهذه انا معاك يا دكتور، باكد يقول اسال المجرب ولا تسال الطبيب. بس انت ما شاء الله حريصه لانك انت تطلعي تحت تحت الاضاءه وامام الشاشه. لا، عامه هي كمان الشخص، يعني لنفسه كمان هي شخصية الانسان هاي. عامه ايش في الرمز في وجه، انت بنفسك دكتور تقول الفت انتباهي ابتسامه الشخصيه قدام. طب دكتور، احنا نعرف الحين عالم ما شاء الله، في ناس صاروا كل يمشون موضه، كل يوم يخترعوا لك موضه، كل سنه موضه، اوكي. فاحنا نشوف الحين ما شاء الله الشباب والبنات وما ادري قايمين بموضه، حتى في يعني ناس يعني يمكن تعدوا الشباب اوكي بيركبوها موضه، هل فعلا ممكن يركبها كذا بس؟ والدكتور هنا ايش يكون نصيحته، او انه يتقبل يركبها برايه؟ هي علميا المفروض ما نركبها الا لشخص محتاج. طيب. بس في نسبه كبيره بتيجي بتطلبها كموضه. ايوه. بس للاسف. طب ما تاثر عليه؟ بتاثر لانه مجرد وجود شد على الاسنان ممكن ما يكون موزون بشكل كامل. تمام. ممكن يؤذي الأنسجة الداعمة للأسنان سواء اللثة أو العظم النفس، عظم الفك أو الفكين بشكل كامل. يعني سمعته بيأثر، يعني ما يحتاج الموضة بشكل واضح. احنا ما بننصح فيه كموضة، ممكن نستفيد منه كموضة، يعني أيوة ممكن نستفيد منه احنا مركبينه، انه نختار نوعية مناسبة لعمر معين، لوضع معين، لسن لمناسبة معينة او لكذا، بس انه نركبه بهدف الموضة اعتقد انه شويه الحين حتى صعب. البنات صاروا بيركبوه اذا تبغى الهدف كمان الزواج، تقول عشان يصير جميله. اذا كانت محتاجه اهلا وسهلا ممكن يتركب شيء. لا لا، يقول لك جاذبيه في البريسس. ايوه جاذبيه في البريسس هذه حاجه. طيب دكتور، سؤالي لك الاخير، انتم ما شاء الله زي ما احنا قلنا في البدايه العالم هذا كبير حقكم ما شاء الله، انكم اكتشفتوا اشياء وفي منه شفاف، في منه من قبل، يعني انت ايش نصيحتك عامه المخفي واللي غير، انه في حالات تجي يكون هي اللي محتاجتها لكن سبحان الله عكس الناس هذول يرفض انه يركب، انتم كيف تتعاملوا مع هذه الحالات؟ وفي نفس الوقت ايش تقول لي ايش الانسب من عاده الاشخاص لحد عمر 18 او 20 سنه بس، او لعمر 25 سنه اللي هم طلاب الجامعه، لحد عمر طالب الجامعه بيستخدموا التقويم العادي سواء كان معدني او سيراميك، لانه بالنسبه له بيعتبره انه ممكن يستفيد منه كموضه، المفعول واحد يعني، المفعول كل واحد يستفيد منه كموضه، ومستفيد منه انه انا مركب تقويم وانا بهتم. طب الاشخاص اللي يرفضوا، الاشخاص اللي يرفضوا يكون محتاج لكن يقول لك ما ابغى عشان انا حياتي. أيوة. صار في ان الان انواع اخرى اللي هو التقويم الداخلي، ممتاز، صمم يصنع خصيصا للشخص. جميل. طبعا على عكس التقويم الخارجي الظاهر، هو بيكون على داخل الاسنان من الداخل. جميل. ظهر بالتقرير قبل شويه اللي هو التقويم الداخلي فعلا. او التقويم الشفاف، تجي قوالب معينه للشخص على مدى السنه ونص او السنتين، يعني كل شهر او شهرين بيستخدم قالب بتحرك الاسنان. طبعا هاي بتستخدم او اللي بتنطلب لاشخاص لهم وضع اجتماعي معين، اشخاص بيظهروا بالاعلام، اشخاص
مسؤولين أشخاص إنه ما يرغب إنه أنا والله بعد ما كبرت جمع يعني في نوع من الخجل عنده بس بتأدي الهدف بشكل طيب كامل. دكتور حقيقة. يعطيك العافية لكن نبغى نصيحة وباختصار سريعة للناس اللي مركبين عامة تقويم صحة أسناننا لا تقل أهمية عن جمالية أسناننا يعني التقويم عامل مساعد بس بهمنا صحة الأسنان رقم واحد دائما كلامك درر يا دكتور الله يحفظك يا رب نفس الأسنان السوية ما شاء الله زين يعطيك العافية احنا نشكر الدكتور ماجد شحاتة وبنصايحه هذه الجميلة والله لا يحرمنا من النصائح هذه الجميلة يعطيك العافية وإن شاء الله أتمنى أعزائي المشاهدين أنكم استفدتوا اليوم وعليكم بالاهتمام مو موضة ثانك يو شكرا والآن فاصل ونواصل برنامجنا سيدتي أهلا بكم من جديد وهذه جولة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي والبداية من تويتر إذ أطلق المغردون حملة لمطالبة سائق السيارات بالتوقف عن الانشغال بمشتتات القيادة وعدم استخدام أجهزتهم المحمولة لما يترتب على ذلك من المخاطر تقول المغردة ابتسام الجابري الانشغال بالجوال دلالة على عدم شعورك بالمسؤولية والإلقاء بنفسك وغيرك للتهلكة أما المغرد علي الشهواني فغرد الثواني اللي عينك فيها على شاشة الجوال انتباهك للطريق أحق بها ولا مكان للثقة في هذه المسألة أما سامي المطيري فيرى أن المشكلة الآن ليست في التحدث أثناء القيادة فقط بل أصبحت المشكلة في الكتابة والمشاهدة أثناء القيادة وبذلك يعرض السائق نفسه ومن حوله للخطر طبعا هذا الشيء معروف جدا وشائع أنه مو المشكلة في المكالمة وحتى المكالمة على السبيكر في الإمارات أنا أعرف أنها مسموحة المشكلة في استخدام الجوال للكتابة وهذه اللي تعرضوا لها كثير من لاعبين في كان لاعب كرة مشهور في الإمارات تعرض لحادث بسبب استخدام البلاك بيري أثناء القيادة في الكتابة واستعراض الأشياء والمتابعة على الجوال هي اللي بتشغل الشخص فعليا عموما مشاهدين عن مخاطر القيادة وآثارها الجسيمة نشاهد هذا الفيديو اللي اخترنا لكم هو من اليوتيوب مشاهدينا من صفحة سيدتي نت على الفيسبوك اخترنا لكم الخبر أحدثت النجمة الأمريكية ديمي مور رجة كبيرة داخل الأوساط الأمريكية المحافظة عندما ظهرت أول مرة مع حبيبها الشافي عام 2003 وتبين أنه الممثل أشتون كاتشر الذي يصغرها ب16 عاما وهو ما بات ينطبق على الكثير من الوجوه المعروفة في عالم السينما وتحديدا في هوليوود ومن أهم نجمات هوليوود اللواتي يواعدن شبابا أصغر منهن جينيفر لوبيز و شارلستون ومادونا وماري كيري
أما الخبر اللي اخترناه مشاهدينا من سيدتي نتا على تويتر، من كان يتصور أن البخور ذا الرائحة الزكية يمكن أن تكون خطيرة على صحة الإنسان، تلك الخلاصة التي توصلت إليها دراسة أجراها باحثون في المركز الدولي للأبحاث السرطانية في باريس. فقد كشفت الدراسة أن الدخان المنبعث من عيدان البخور يسبب مخاطر دخان السيجارة نفسها، خاصة وأنه يؤدي إلى تلوث الهواء ومن ثم يصبح خطرا على صحة الإنسان الذي يستنشقه. وذكرت الدراسة أن عيدان البخور عند احتراقها تبعث ملوثات تؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة، وخاصة بالنسبة للذين يستخدمونها بكثرة، يعني زي حالاتي أنا أكيد بتعرض كثير للدخان في البيت. عموما مشاهدينا، فقرة مواقع التواصل الاجتماعي انتهت. هذا فاصل قصير، مواصلين معكم حوار الأسبوع من سيدتي. في سيدتي بعد الفاصل، كيف يختلف تفاعل المرأة والرجل حيال خبر الحمل، وكيف يستقبل كل منهما المولود الجديد في حوار الأسبوع بين جدة والإمارات. بكم من جديد. تحدد الصورة النمطية التي نحملها عن الرجل والمرأة ردود أفعالنا حتى تجاه الأحداث الكبرى في حياتنا، ومن بينها ولادة الأبناء. فغالبا ما تتهم المرأة زوجها بعدم مشاركتها الشعور بالأبوة خلال فترة الحمل. نعم ميسا، بالفعل. وأيضا بالإضافة لذلك يبرر الرجل عدم اهتمامه بهذه المرحلة لسببين، أولهما هو عدم ظهور أي تغير من الناحية العضوية، والثاني انغماسه بالتفكير والتخطيط لهذا المولود الجديد. صحيح يا خلود. وفي حوارنا الأسبوعي نلقي الضوء مشاهدينا مع ضيوفنا على نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف بين الرجل والمرأة في فترة انتظار المولود، ولنتوقف مشاهدينا عند اللحظة التي يستقبل فيها الوالدان مولودهما الجديد. معي في الاستوديو برنامج سيدتي في الإمارات الأستاذ خالد معاري، مدير تطوير أعمال، وزوجته السيدة ريم سيف، موظفة ائتمان. أهلا وسهلا بكم سيد خالد والسيدة ريم. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم راح ناقش هذا الموضوع أكثر وأكثر. طبعا راح في البداية مشاهدينا أرجع لخلود، نشوف مين ضيف خلود. بالفعل ميسا، احنا طبعا اسمحي لي ايضا ارحب بضيوفك الكرام، ومن جهتي من هنا من استودياتنا في جده حنتحدث اكثر عن هذا الموضوع اللي هو التحضيرات للمولود الجديد، الموضوع الذي يحتوي على الكثير من الجوانب والاسئله. اسمحوا لي ان ارحب ايضا بضيفتي بالاستوديو الاخصائيه الاجتماعيه الاستاذه سلافه الغامدي. اهلا بك. اهلا، حياك الله. اهلا وسهلا. الله يحييك، واهلا فيك، واهلا بالجمهور معنا. اهلا فيك. اسمحوا لي ايضا مشاهدينا الكرام انتقل لزميلتي ميسا اللي حيحكونا ضيوفها الكرام عن تجربتهم. إليك يا ميسا. شكرا يا خلود. إذن سيد ريم راح أبدأ معك. يعني أنا عارفة أنه دحين أستاذ خالد كمان بيقول متعاونين من تحت الهواء، إحنا راح أبدأ معك. بسألك كم طفل عندكم؟ عنا ثلاث أطفال، ولدين وبنت. كم عمرهم؟ 7 سنوات محمد، و5 سنوات عبد الله، وسنتين 3 سنوات لين. جميل. الأطفال كيف كان تعامل سيد خالد معهم أول ما تولدوا؟ كيف كان أول طفل خلينا نقول؟ في أول طفل بداية شعور الأب بالمسؤولية ما بيبدأ معاكي عكس المرأة، يبدأ شعورها بالمسؤولية تجاه أطفالها منذ الساعات الأولى التي هي تحس فيها أنها حامل، يعني عندما يوصلها نبأ حملها فيتحس باتجاه المسؤولية تجاه أطفالها من حيث التحضيرات. تبدأ مثلا تفكر في إذا كان المولود ذكر أو أنثى، شو الاسم اللي بدها تختاره، هل هذا الاسم حيكون مناسب، تحضيرات بالنسبة للملابس، كيف شكله. هل تحضيراتك أنت بتتكلم عن الأم؟ تحضيراتي والأب. أنا كأم، لا كأب يعني ما كان عنده اهتمام بي يعني من أول بيبي، من أول طفل؟ لا لا، مش ما عنده اهتمام من ناحية جنس المولود مثلا أو أي. مثلا ما كثير اسمه أو اسمه طبعا هو بالبداية بحب يكون الاسم له، لأنه هو يعني سواء إذا كان الاسم تابع هو اسم مثلا اختاره أنه هو من صغره معروف فيه يعني فأنت اختار اسم الأول للولد. بس يعني الإحساس بالمسؤولية بدأ مع خالد بعد ما انخلق محمد، يعني بعد الولادة.
يعني ما حس في المسؤولية لما مسكوا بين إيديه يعني شافوا موجود. طب تغيرت يعني ردة فعله مع الأطفال التانيين مع أولادك التانيين؟ لا هو تقريبا كل مرة نفس الشيء؟ كل مرة نفس الشيء يسكت فترة الحمل وبعد الحمل يرجع بعد الحمل بحس بالصدمة يعني عرفتي؟ هذا من وجهة نظر ريم طبعا. طيب ومن وجهة يعني نظر خالد؟ أنا من وجهة نظري ممكن يكون الرجال طبعا عنده نوع من الاهتمام مثل ما حكت الأخصائية إنه اهتمام مادي يعني ممكن يكون بيركض وراء لقمة العيش للأطفال إنه عمل حساب من أول يوم إنه جايني ولد على الطريق ممكن يخفف المصروف الشخصي اللي له الطلعات السهرات مع أصدقائه ممكن كان قبل اللي يهتم بسيارات فارهة مثلا خفف هاي الرغبة ممكن كان يصرف فلوس بالسفر ممكن صار يعني صار في تفكير أكثر جدي وحقيقي لمستقبل هالأطفال ممكن طيب يكون لمسه من أول يوم. سيد خالد أنت يعني كشخص كده تعتقد إنه هذا كفي إنه نهتم بالأولاد ماديا وننسى الأشياء يعني قبل ما يخلقوا بكفي لأنه نحن ما حسنا وبعد ما يخلق الأم ممكن لأنه بتحس إنه هذا شيء حقيقي في بطنه أما الأب ممكن بعد الولادة مثل ما حكت أنا بأيد بهالنقطة إنه ممكن بعد ما يلمس الأب أول لحظات كانت في المستشفى يعني حملت المولود بيدي حسيت إنه هي لحظة انتقالية حسيت بالأبوة الحقيقية يعني إنه أنا صرت أب. أما قبل ممكن بفترة الحمل 9 شهور كان بيفرق الموضوع يعني في أمل في إحساس بس مش حقيقي زي اللي إنه لما الأب يمسك الولد بس بالفترة اللي كانت الحمل يعني كنت أنا أجهز فيها من النواحي المالية هي كانت طبعا تصرف هاي الفلوس في الشوبينج لأنه نفسيتها تكون تعبانة طبعا طبعا وبتريح من الشوبينج لازم تريح نفسيتك. لا ما هو الأب ما بيحس بمثلا بشعور الأم مثلا لما هي تحس مثلا بجنينها من أول لحظة أو بنبض الجنين أو حتى بحركته في داخل أحشائها بس يعني هو لا حرام يعني كان يحس مثلا أحكي له مثلا إنه تعال شوف مثلا البيبي عم يتحرك يحط إيده مثلا يحس يلا إمتى بده يجي هيك يعني في عنده لهفة أو شوق إنه حابب يشوف المولود. أما أنت إحساسك يعني عرفتي بالمسؤولية تجاه أولادك مثلا من اللحظة الأولى اللي بتحسي فيها إنهم بدأوا في فيك يعني في طب في يعني معلش أستاذ خالد أنت قلت تجهيزات كانت تجهيزات مادية بالنسبة لك مستقبلية التجهيزات المادية الحالية للأم وللطفل ملابس الطفل عشان يتولد هالتفاصيل ليش ما دخلت فيها ما دخلت فيها لا دخلت فيها بل حتى كنا نروح بعد على البيبي شوب بس هو كان يترك لي الخيار الأكثر إنه أنا يعني برغبة أنا كأم شو بحب ألبس الطفل بس كان يعني هو ينقي أشياء مثلا بحب يشوفها أنه علي أنا أكثر يعني من البيبي لأنه هو أنا موجودة في الوقت الحالي أما البيبي لسه يعني فكان يترك لي المجال أنه أنا أختار اللي أنا بدي إياه للطفل. بس بعد ما انولد لا بالعكس كتير شارك فيه كان مثلا كتير يهتم فيه مثلا أنا بدي أرتاح لأنه بترفي أول فترة بعد الولادة بيكون الولد كتير بيبكي كل الوقت وهيك لا ياخذوا مني مثلا يترك لي مجال إني أنا أرتاح أو أنام يعني أنا لا ملاحظ ريم إن عدلت شوي من قبل للهوى صحيح كان في كلام قبل للهوى شيء هلا رجلت حكت هي الحقيقة عن جد إنه كان في مشاركة بيننا بالطفل الأول ممكن أكثر من الثاني الثاني كان عندنا يعني في البيت مساعدة مربية للأطفال ففرق الموضوع شوي أنا وريم ارتحنا يعني. طيب أنا راح أرجع لزميلتي خلود معها الأستاذة سلا فعشان نسمع رأي مختص كيف وعموما يعني احنا جبنا نموذج جدا شائع في الحياة العامة في عالمنا العربي. اتفضل يا خلود. بالفعل ميسا شكرا ليكي وبالفعل كما ذكر سيد خالد انه الرجل تفكيره عملي شويه دائما يذهب للتخطيط والتفكير وكيف ممكن ينفق يقلل من مصاريفه والسيده ريم كان تفكيرها عاطفي شويه. خليني ارجع لضيفتي في الاستوديو الاستاذه سلافة مرحبا مره اخرى. اهلا فيكي ومرحبا فيكي ومرحبا بمشاهدينا. سمعتي الحوار اللي دار بين ميسا زميلتي وبين الزوجين كان في شويه كلمه لفتت نظري للسيد خالد قال الشعور في وقت الحمل غير حقيقي وبعد الحمل شعور حقيقي هو في شعور حقيقي وشعور ما هو حقيقي بالإضافة متى لازم تبدأ التغييرات بالمشاعر والتحضيرات النفسية في فترة الحمل أم الولادة؟ هو طبعا في النهايه يعني المال والبنون زينه الحياه الدنيا انا ما اقدر اقول انه الرجال لا احساسه في الابوه حيكون غير والام حتكون غير لا الاحساس حيكون واحد هي يمكن طريقه ابداء مشاعرهم زي ما شفنا الاستاذ طريقه ابداؤه للمشاعر كانت شويه غير قاعد يفكر كيف في المستقبل طب لما يجي ايش اسوي له لا الام سبحان الله من اول لحظه تحس فيها ب طفل في أحشائها لما يديها ركلة كده خلاص تبدأ تعيش وتتعايش معه فهو طريقة إبداء المشاعر بس هي اللي تختلف لكن غير كده لا هو في النهاية بيكون أب وهي في النهاية راح تكون أم. مو هنا سؤالي اللي يطرح نفسه طب هو الطفل ده اللي جاي ابنه وابنها
يعني يعني وجود الطفل في احشاء الام، انا اتفق معك انه صحيح. هذا الشيء يخليها تشعر اسرع منه صح. لكن برضه نرجع نقول هذه ذريتهم الاثنين، ليش المراه اسرع؟ سبحان الله. شوفي المرأة في النهاية إحنا نساء، الهرمونات تحركنا والمشاعر تحركنا. الرجال شوية بتكون نظرتهم نوعا ما عملية، ما بيحس بالشيء غير لما يكون في يده، زي ما قال الأستاذ ما حسيت يعني بالأبوة بدأت تنبض فيه غير لما مسك البيبي في يده، لا غير الأم لما أول ما يقول لها الدكتور أنت حامل تبدأ تفكر، وتبدأ تفكر يا ربي حضروا الغرفة بينك أو بلو، يعني صحيح احنا بنلاحظ الشيء ده، بتدور على لون الغرفة وبتدور على هي سبحان الله الأنثى دائما حساسة والهرمونات تلعب معها دور كبير غير عن الرجل، وطبيعة البشر يعني هذه. يعني أنت تتفقي مع السيد خالد في الموضوع؟ بالضبط أيوة مع 100% في الموضوع. مو لازم شوية الست والراجل يتفقوا في الموضوع يكون الاثنين يشعروا في هذا المولود الجديد؟ بيحسوا عشان لا يزعل منهم هو. لا هو وطبعا البيبي سبحان الله يقول لك حتى المولود في رحم الأم بيحس بمحبة الأم، بيحس بأنها بتغني له، حتى يقول لك سمعوه قرآن، تكلمي معاه، البيبي بيحس بكل حاجة فبيحس طبعا بمحبة الأم لي من قبل ما بيجي. صحيح صحيح. احنا حنكمل تجربة ضيوف زميلتي ميسة في تجربة المولود الأول. إليك يا ميسة. يا خلود بس أنا أبغاك أنت وضيفتك سلافة، سيدة سلافة، أبغاكم تعرفوا أنه هنا السيدة ريم والسيد خالد يعني حاطط رجله على رجله وما يخليها تاخذ قراراتها وهو بيتحكم في كلامها، بس عشان تكون معنا في الصوره لو الكاميرا تيجي كان خليتهم يصوروهم. شرق السيد خالد شكله كثير جدا. لا لازم تصوريهم المره الجايه ميسا، لازم نعرف ان شاء الله. طبعا ميسا عم بتهدي النفوس. اكيد بهدي النفوس بالضبط. راح نكمل خلود نرجع لك بتهدي النفوس بالضبط. تفضلي. إذن أستاذ خالد أنا أبغى أسألك، يعني إحنا كنا قبل ما نروح للأستاذة سلافة في جدة كنت اتفقتوا يعني بعد الضغوط النفسية اللي سببتها على السيدة ريم إنه أنت كنت بتتدخل أيام الحمل. طب إيش الأشياء اللي توليتها في أول بيبي؟ ولا شيء. دحين صرت صريحة؟ دبي كنت بتقولي إنه عادي ما عندك مشكلة. لا قبل الولادة يعني. أي فترة قبل الولادة حكينا، أنا لخصتها في الأمور المالية يعني، وإنه متابعة ريم عند الدكتور. يعني ما بتقدر تنكر أني كنت أراجع معها، واللحظات اللي عرفنا فيها يمكن الأسابيع اللي عرفنا فيها فعليا. من أي ناحية اتوليتها؟ يعني بمعنى أنا حعمل هالشيء الفلاني، أنا حشتري هذا الشيء، أنا حكون مسؤولة يعني. كانت نحن العلاقة بيننا مشتركة بكل شيء تقريبا. تعرف في بداية الزواج يعني، وما في بعد أولاد في البيت، مشاويرنا مع بعض، طلعاتنا مع بعض يعني، مخططاتنا مع بعض يعني. نطلع نجيب الأغراض يعني، البروجرام نحن وياها أنا وريم مشتركين فيها بشكل يعني طبيعي، لأنه ما في مثل هلأ الالتزامات أنه نحن ثلاث أولاد في البيت. أنه أنت روحي اليوم على الجمعية، أنا بأخذ الأولاد مثلا بلعبهم يوم الإجازة ساعتين إلى وقت الغداء. ما في يعني، مش مقسمين الأدوار، كان بالعكس نحن مشترك. يمكن هذا الشيء هي بتقدر تتذكره. طبعا المشترك حيصير عشوائي، فيصير خلاص عايم الدنيا، ما تفرق معك ساعد. بالضبط. سيدة ريم آخر كلمة حابة تقوليها بخصوص هذا الموضوع تحديدا، بخصوص مسؤولية السيد الأب والأم تجاه الأولاد؟ يعني أنا برأيي نظرتي أنه هلأ المسؤولية أصبحت مشتركة بين الأب والأم في المسؤولية تجاه الأولاد، لأنه الأم والأب أصبحوا عاملين، طرفين منتجين في المجتمع، فالأم تخرج إلى العمل والأب في نفس الوقت، فهي المسؤولية يجب أن تقع على عاتق الاثنين. يعني مثلا في الوقت التي الأم تكون فيه مشغول، الأب يجب أن يتحمل مسؤولية الأولاد من ناحية التدريس ثم والاهتمام بهم، والعكس صحيح طبعا بالنسبة للأم. يعطيكم العافية وشكرا لصراحتكم، وأكيد كنا بنمزح كثير على الهواء وتحت الهواء، وإحنا عارفين أنه في الأخير يعني في اتفاق غالبا يكون بين الزوج والزوجة، وفي أشياء يعني بالعكس ديمقراطية من السيد خالد اليوم خلاك تأخذ راحتك. لا أكيد. إذن مشاهدينا راح أرجع الآن لخلود. خلود أترك لك الكلمة وضيفتك الكلمة الأخيرة تعليقا على ضيوفي. شكرا لك ميسا. وبالنسبة للسيد خالد خلاص يعني كل شيء انكشف، لازم تكون ديمقراطي مع زوجتك، وحنكشف هذا الموضوع في سيدتي. يعطيك العافية ميسا. عافيتك. إذا بالعودة لك أستاذة سلافة، أنت سمعتي الحوار اللي دار بين أستاذ خالد ومدام تو اللي هي أستاذة ريم. حابين نعرف أول شيء تعليقك على الحديث اللي صار، بالإضافة أنه هذه المرحلة اللي بيمر فيها الزوجين، الزوجة تحديدا تحتاج لأمها أم زوجها أكثر؟
هو احنا يعني ما نقدر ننكر دور الأم مهما كان، يعني في دور المحبة ودور انها تكون معاها، بس انا مقتنعة انه دور الرجل في هذه المرحلة بالذات هو اهم دور، يعني هم اساسا البيبي اللي جاي هذا ثمرة حبهم، دور الزوج، دور الزوج طبعا في وقت الولادة، وقت الحمل، حتى لما تروح مواعيدها تلاحظ حتى الزوجة تفضل انه زوجها يكون معاها. البيبي هذا في النهاية هو ثمرة حبهم، ثمرة المودة والزواج اللي بينهم. وسبحان الله يعني ستر وغطى زي ما احنا نقدر نقول الزوج يكون لزوجته، فما حيكون احد اقرب ليها في المرحلة الحرجة اللي هي دحين فيها لما تقوم بالسلامة غير زوجها. نعم. طيب بوجهة نظرك يعني هل الفرحة تقل مع كل كل مولود يأتي بعد المولود الأول؟ هو سبحان الله الأم والأب قادرين على محبة 1000 طفل، لكن نقدر نقول يمكن الطفل الأول بيكون زي حقل تجارب، فكل حاجة بتجيبيله وكل شيء بتحاول تسويه، فبعديها أستاذة يعني نعم يمكن المرحلة الثانية، البيبي الثاني، البيبي الثالث بيكون. احنا طبعا حابين نتكلم اكثر، لكن حننتقل مرة اخرى لزميلتي ميسا، وشكرا لتواجدك في استوديو سيدتي وعلى ارائك. شكرا لك ميسا، هذا كان الرأي النفسي للموضوع، عودة مرة اخرى لك ولضيوفك. شكرا يا خلود، ما اعتقد في كلام اكثر من اللي قالته الاستاذه سلافه ورايها المختص. اشكرك خلود، اشكر ضيفتك الاستاذه سلافه من جده، واشكركم من جديد ريم وخالد على ارائكم الصريحه اليوم. اذا المشاهدين هذا فاصل اخير ومتابعين معكم سيدتي، خليكم معنا. انت متفوقه معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. مجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، الأسود لرولا سعد وسيرين عبد النور، الأبيض لأصالة والأرجواني لنجوى كرم. من تألق ومن أخفق هذا الأسبوع في فاشن رادار؟ أهلا بكم من جديد إلى الجزء الأخير من سيدتي، والذي نخصصه لعالم الموضة والأناقة مع فقرتنا الأسبوعية فاشن رادار، والتي نرصد من خلالها إطلالة مجموعة من النجمات في حفلات أو مناسبة منوعة، وماذا اختر لإطلالتهن. تقرير ونعود للتعليق. ينصب اهتمام نجمات العالم العربي على مظهرهن الخارجي، إذ يكرسن أوقات طويلة بهدف الإبقاء على إطلالة نموذجية كونها من أساسيات النجومية. في فاشن رادار لليوم سنسلط الضوء على إطلالات 4 نجمات ظهرن مؤخرا في مناسبات مختلفة. البداية مع شمس الأغنية نجوى كرم، التي أشرقت متوهجة بحفلها الأخير في دبي بفستان أرجواني طويل مكشوف عند الصدر والظهر، أظهر قوامها بشكل ملفت، وتميز الفستان الذي هو من تصميم زهير مراد بحزام عند الخصر. ننتقل إلى النجمة أصالة، التي حلت ضيفة مميزة على برنامج إكس فاكتور، وتألقت بفستان أبيض خطف الأنفاس من تصميم المبدع نيكولا جبران. فظهرت أصالة بقمة الرقي بفستان ملكي تميز بكاب طويل وقماشه الثمين وأكسسواراته الذهبية الملفتة. أنا ممكن أنساني وأنسى اسمي وحالي.
النجمة الثالثة سيرين عبد النور التي حضرت عرض أزياء في دبي وتألقت بفستان أسود بسيط مع حزام فضي براق عند الخصر أظهر رشاقتها. نختتم فاشن رادار مع الفنانة رولا سعد التي أحيت مؤخرا حفلا فنيا في روتانكا في عمان، فاختارت فستانا أسود ضيق وقصير تميزه أكسسوارات حديدية عند الصدر من تصميم عقل فقيه، فبدت رولا سعد عفوية ومرحة. إذن مشاهدينا للتعليق على هذه الإطلالات رحب بوائل فطايري خبير مظهر من شركة نمشي، أهلا وسهلا بك وائل. وائل شفنا أربع فنانات من العالم العربي كتير مميزات ومعروفين بأناقتهم، بس ما أعرف قد إيش عجبوك أو ما عجبوك، أكيد في أشياء في الفنان أو في لبسها بيعجبك أشياء لا، فحابين نستوضحها اليوم معك. هلا هون الثيم اليوم بفتكر للفقرة إنه ال every outfit كل الدرس له وقته. فهلا نحن نشوف بكم صوره انه الاوتفيت للمختارينه ما مناسب للحدث للمناسبه. اوكي رح نبدا احنا مع نجوى كرم. نجوى كرم كانت في حفل بمناسبه يوم الام واختارت اللون الارجواني من تصميم زهير مراد، لون ربما غير مستهلك. لا وبصراحه اذا بدي نقي احسن لوك باليوم هو لوك نجوى كرم، لانه الفستان كثير كثير حلو. بس انا مشكلتي الوحيده فيه البلت. البلت هذا موضه السنه بس واللي صعب استخدمه كثير في صراحه ما له عازي ابدا البلت، بس هو يعني هو اللي صاير. انا شفته يعني انا الدرس موضه بس ما فينا نحن كمان نجبر الموضه يعني على شفت فستان نوال الزغبي واللي لبسته كمان احلام كان برضه عليه البلت اللي هو من تصميم اللي صعب، فشفتهم كثير. انا البلت ابدا يعني ما بناسب على يعني انا ما بشوفه فايت بقلب الدرس، بحسه مثل سوبر امبوز يعني كانه حدا حاط انه لشو ما في داعي. الدرس بحاله في بقلبه تفاصيل يعني بقلبه ديتيلز مطرز حلو وباك ديتيل، ما في داعي نحط هذا البلت ما له عازي ابدا. يمكن لو كان شويه الموديل من فوق متغير يمكن كان مشي مع الحزام. Most probably. الحزام هيدا دايما يعني عاطي شوي لوك فورمال، بس الدرس شوي انه اتس ا بارتي. صح الفورمال لوك مش زبطة معه، ما حبيت القصه. الناس بجسم نجوى كرم كثير قصه مين بيصدق عمرها ما شاء الله. ما تقول ما تعمل لنا مشكله. رائعه لا الفستان لبق لها انه شوي عاطي شوي منصحها شوي من الابدومن اريا، عشان كده سالتك انا بس كيف من فوق شوي منصحها. يمكن لو بلا البلت ما كانت طلعت هالمشكله، لانه البلت عطى هيدا الديفينيشن. بس انا كمان ما شفت نجوى من قبل بالحبال من ورا والاكس، عشان كده حسيت منصحها اكثر. لبق لها ما بعرف، انا حبيت كثير الدرس اللي لبسته، بس كانت مثل ما قلت لك مشكلة انه البلت ما له عازي وعطى هيدا الديفينيشن. طب انا بس قبل ما نخرج من نجوى بس بدي اسالك، هذا اللون ممكن يكون دارج السنه او شيء؟ اللون هيدا رهيب. هيدا اللون مثل ما قلنا اللي لبسته يمكن في ملكة جمال العالم كانت لبسته، كان جورج حبيقه او شيء بفتكر. صح بس هو اللون هيدا I don't think ما رح يطلع من الموضة ابدا. لانه هيدا مثل بيقولوا لون انتقالي بين يعني بين عدة الوان، بين يعني في بقلبه غمق في بقلبه احمر في يمشي مع كل الوان البشرة. Most probably ايه صح، لانه اختار اللون اللي يناسبني. يعني هو هلا هيدا حديث ثاني صار بترجع للون الشريين اي تبع الجسم، فعادة لون الشريين يا بيكون اخضر يا بيكون ازرق. الازرق بيلبق له الالوان الكولد، اوكي الاحمر بيلبق له الاخضر سوري بيلبق له الوان وورم اكثر. اوكي الان راح ننتقل لاصاله على السريع نشوف اصاله في ذا اكس فاكتور اطلت بلبس ابيض. ربما الابيض شوي الفنانات ما بيحبوه كثير على الشاشه لانه بيتخنهم احيانا. يعني شغلتين هون بقول لك اياهم، اول شيء الستايل از اول اباوت مش بس التياب، الوقفة يعني she's too هيك وقفة هيك مثل كأنه متوترة. بعدين هيدا فستان عرس يعني بصراحة ما نسب اكس فاكتور كمان. لا لا اتس نوت اكس فاكتور ابدا. حلو هو حد ذاته بس ذكرني بلورد اوف ذا رينجز، حتى مع شعره انه كيف نزلته شكله ها لازم شعره يطلع لفوق شوي. وفين المفروض تلبسه فستان هيدا من لبس على يعني انا شفت مرة جوينث بالترو كانت لابسة واحد شبهه كثير. وين
بالأوسكار أيوة. مش بأكس فاكتور بارتي عرفت كيف؟ هيدا الدرس كثير له وحرة كثير له كلاسيك. بعدين أنا قلت لك تحت الهواء استغربت تركيبة الأغنية مع الدرس اكزاكتلي exactly. ما هو الستايل از كل شيء مش بس التياب يعني صح. في يجيب أجمل فستان حطه بالوقت الغلط مثل ما قلت لك الوقت الغلط فمش ظابط فما هو ضابط على المناسبة بس هو كلوك كثير حلو بس كان شعر يمكن شوية شعر لتحت أبدا مش لاب يعني هي الفستان له كيب وشعر لتحت صارت صح. مثل أروين بLord of the Rings. طيب نروح لسيرين عبد النور. سيرين المفروض الأسبوع اللي فات قلنا عنها أنيقة بس كمان الأسبوع اللي فات ما كانت لابسة شيء كتير مناسب. اليوم رايحة على مناسبة افتتاح أو شيء حفل خاص لشركة محددة. كوكتيل ما بارتي. كيف شفت اللبس؟ قطيفة شمواء أسود. يعني حلو الفستان كتير وهي حلوة كتير وبس. هذا ما بينلبس للكوكتيل بارتي. تلبس فين؟ It's a long dress. بينلبس بسواري. مش بالكوكتيل. خصوصاً الخام اللي لبستها. ما يعني. أكثر ربما على السهرة. ما بقدر أشوف أنا هذا الدرس بنهار. عرفت كيف؟ مش ظابط. فهون بنرجع للوقت. Is the dress right for the time? فما يعني. بس هي بشكل عام كان محتاجة إكسسوار شيء على اللبس أو كم ماشي. She looks perfect. أول شيء إذا لو يعني لك لو كانت سواري كان مش الحال. بس She looks perfect. حلو كتير الدرس ولبقلها. طيب أخيراً راح نروح لرولا السعد. كيف لقيت رولا السعد؟ كانت لابسة من عقل فقيه. أول شيء الفستان كتير يعني فوق منه الكتير مكشوف من قدام. إنه it's uncomfortably revealing. وكمان إنه حركة على المسرح. وحاطين الديتيلز هول. هذه حديد تقريبا قطعه حديد ايه بالضبط مش يعني لو كان بس ايبولات حديد بلا هالعجقه هون اللي كمان هو اوريدي الفستان النكلان عم يلفت النظر ومكشوف كثير وكمان بنحط شيء يكشف يلفت نظر اكثر اتس نوت ابروبريت بعدين انا ملاحظت انه قصير ما هو يعني وكثير ضيق كثير ضيق عليها مبينه ناصحه مع انه اسود هذا كمان شغله ثانيه انه العالم بتفكر الاسود بغطي كل شيء لا صح إذا كان كتير ضيق ما بيصير فلو كان بلا هالعجقة اللي هون بس كان إبولات حديد كان مش الحال يعني شوي طب إيش برأيك أفضل اليوم الأفضل والأسوأ إحنا قلت من البداية قلت نجوى كرم كانت الأفضل نجوى كرم كانت الأفضل يعني بلا منافس مع إنه أصالة كمان لو كانت بغير مناسبة كانت طلعت كمان أفضل شيء لإلي بلا شعر لتحت أسوأ شيء أكيد رولا سعد بعتذر بس لأنه رولا أنت ما عجبك الفستان نفسه بغض النظر عن المناسبة لا الفستان يعني ما منه شيء عارف كيف وكتير منه appropriate ومنه يعني she doesn't look like a star in it أبدا إيش الموضة وائل على الأخير كده على السريع من هذه الفساتين اللي شفتها قديش ماشي مع الموضة الفستان اللي لبسته نجوى كرم كتير حلو الفصل يعني هيك بس الستايل اللي هو دائما بنشوفه اذا بتشوف الشولدر ديتيلز من ورا الباك ديتيلز كثير عم يعملوا الفنانات كمان بنفس الوقت يعني لنرجع على اصاله الكيب اللي لبسته ذس فلوي دريس كمان اتس كوايت تايمليس يعني هلا زمن المخاطره هلا زمن انه الفنانه لازم تعمل شيء ناس يعني غير عن اللي عم يعملوا الباقي العالم عرفتي كيف بس اللي لبسته رولا سعد كثير معمول وشايفينه وما له عازة يعطيك العافيه وائل طاير على جرأتك وصراحتك ان شاء الله ما يزعلوا منك ان شاء الله انا بس عم اقول انا ما عندي شيء ضد ضد حدا بس ما هي شيء شخصيه ابدا اكيد انا عم حمساعد بس يعطيك العافيه وكثير من كلامك مقنع بالنسبة لي على الأقل شكرا لك وائل مشاهدينا حلقتنا انتهت هنا وأشكركم على متابعتكم وأتمنى لكم أمسية سعيدة برفقة برامج روتانا إلى اللقاء